مولاي أمير المؤمنين. ما وراك؟ لقد علمت أن محمد بن عبد الله بن حسن النفس الزكية سيخرج إلينا برجاله بعد موسم الحج. وإني أرحب بمقدمهم. لقد بايعوا الناس يا أمير المؤمنين ولم يبالوا ببيعتك التي في عناقهم. حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يتحدث عنه مالك كان السبب في خروج هؤلاء علينا. أي حديث يا مولاي؟ ليس على مستكره طلاق، حديث رواه عن ثابت بن الأحنف أن طلاق المستكره لا يجوز، وأعداؤنا اتخذوا من هذا الحديث حجة لبطلان بيعتنا وإشعال نار الفتنة في البلاد. سأنزل بهم ما يستحقون. ومالك يا أمير المؤمنين، هل تتركه على حاله؟ لا، سأكتب إلى جعفر بن سليمان والي المدينة ليمنعه من التحدث بهذا الحديث. مالك، مالك، أعطني دينارين يا مالك، أعطني دينارا. ألا تشبع من الدنانير يا سعد؟ لا، لا أشبع منها أبدا. أعطني دينارين قبل أن يأكلني الذئب. أنا أخشى الذئب. أعطني دينارين. خذ الدينارين وتوكل على الله. إياك والذئب يا مال، إياك والذئب. ومن هو الذئب يا سعد؟ أفصح عما في صدرك. الذئب يأكلني. إنه يتربص بك يا مالك. أستحلفك بالله الذي لا إله إلا هو أن تفصح عما في صدرك يا سعد. احذر جعفر بن سليمان. جعفر ابن سليمان والي المدينة؟ نعم، إنه هو، إنه الذئب يا مالك. إياك والذئب، إياك والذئب. لا حول ولا قوة إلا بالله. كله صاحب الشرطة. خيرا إن شاء الله. خيرا، أجب الوالي جعفر بن سليمان. إنه الذئب، إنه الذئب. الله معك يا مالك، الله معك يا مالك. إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. السلام عليكم. لقد أرسل علي أمير المؤمنين رسالة يأمرك فيها بالكف عن التحدث بحديث رسول الله ليس على مستكره طلاق، كي لا يتخذه أعداؤنا مستندا للتخلص من البيعة، وقد أنذرناك ولا ذنب لنا عندك بعد ذلك. يقول الله سبحانه وتعالى: إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب
أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون، فكيف تطلب مني ذلك؟ هذا أمر أمير المؤمنين، وما على الرسول إلا البلاغ. أخبر أمير المؤمنين أن مالك بن أنس يقول: كاتم العلم ملعون. السلام عليكم. يا يحيى، لقد أمرنا الإسلام بالعمل، وجاء هذا في كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. عليه الصلاة والسلام. فهل تبين لنا ذلك من الكتاب والسنة؟ نعم يا أخي محمد. يقول سبحانه وتعالى: وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. صدق الله العظيم. صدق الله. ويقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: عليه الصلاة والسلام، ما أكل أحد طعاما قط خيرا من أن يأكل من عمل يده، وإن نبي الله داود عليه السلام كان يأكل من عمل يده. صدق رسول الله. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. عليه الصلاة والسلام. نعم، فالإسلام دين العزة، ومن لم يعزه الإسلام فلا عز له. يقول سبحانه وتعالى: ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. والعزة في تقوى الله والعمل الصالح، فالإسلام يأمرنا بالعمل الشريف مهما يكن نوع العمل، وذلك لكسب الرزق الحلال والاستغناء عن الناس. فالكد والكفاح يجعلان المؤمن عزيز النفس محبوبا من الله ومن الناس، والكسل والتواكل يجعلان الإنسان ذليلا في أعين الناس. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: اليد العليا خير من اليد السفلى، أي أن اليد المعطية خير من اليد الآخذة. ومما يجلب على الإنسان الذل الديون، ولقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستعيذ بالله من الدين. يا فاطمة، لقد سمعنا البارحة حديثا في هذا الشأن، فهل تذكرين ذلك؟ نعم يا أمه، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. هل تذكرين حديثا آخر يحث على العمل؟ كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لأن يأخذ أحدكم حبله ثم يأتي الجبل، فيأتي بحزمة من حطب على ظهره، فيبيعها خير له من أن يسأل الناس أعطوه أو منعوه. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. طعاما يا أم محمد. سمعا وطاعة يا أبا محمد. عليكم أن تندسوا في مجلس مالك، فإذا سمعتموه يتحدث بهذا الحديث قبضتم عليه، وأحضرتموه إلي لأجعله نكالا. واذهبوا إلى داره، وابعثوا منكم من يسأله، فإذا تحدث به قبضتم عليه. هيا صرفوا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ما حاجتك؟ مسألة في الدين جئت إليك من أجلها يا سيد الإمام. تفضل. أكرمك الله. تفضل. تفضل استرح. سل ما شئت. بارك الله فيك يا سيد الإمام. لي زوجة أحبها وتحبني، ولها أخ فاسق لا عمل له، يأتي إلى دارنا فيأكل طعامنا ويشرب شرابنا ويسرق أموالنا، فمنعته من دخول الدار فأهانني وضربني
وهددني بالقتل إذا لم أطلق زوجتي، فلم أجد أمامي بدا يا سيدي الإمام فطلقتها امتثالا لأمره، وذهبت إلى القاضي فلم يأخذ بكلامي ولم يعد إلي زوجتي، فجئت إليك في هذا الأمر. اذهب إلى القاضي وقل له لقد طلقت زوجتي وأنا مكره وليس على مستكره طلاق. ولكن يا سيدي إذا سألني من أين لي هذا العلم؟ قل للقاضي يقول لك مالك بن أنس ليس على مستكره طلاق. ولكن يا سيدي قد لا يصدقني، وإذا كتبت لي ذلك الحديث لكان مصداقا لقولي وبيانا لحجتي. بسم الله الرحمن الرحيم. عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال ليس على مستكره طلاق، رواه ثابت بن الأحنف. وعليه فيجب أن ترد زوجة الرجل الذي طلقها وهو مكره مالك بن أنس. تفضل. أيها الناس، أيها الناس، لقد اعترف لي صاحبكم بأنه يتحدث بهذا الحديث، وهذا هو الدليل تحت يدي لأقدمه بنفسي إلى دواني. لقد اعترف لي صاحبكم بأنه يتحدث بهذا الحديث. هذا الدليل يكفي لإدانته. مضوا على مالك وغلوه في السلاسل واضربوه 70 صوتا وألقوا به في السجن. أمر مولاي. من الصالح؟ أين الإمام؟ بالداخل. وما الذي تريدونه منه؟ اقعد معنا يا رجل. هيا قم، هيا قم. ما خبرك؟ اجل الوالد جعفر بن سليمان. اذهبوا انتم وسوف الحق بكم عنده. لقد امرنا باحضارك اليك. هيا. ما هذا؟ اتركوا الشيء، اتركوا الشيء. ابي يا جند الشيطان، ما لكم باب؟ اتركوا اتركوا يا شرط الشيطان. لن نترك الشيخ بأيديكم، لن يخرج الشيخ من دارك. لا، ابتعد عنا يا المرأة. لا، وحل بيننا وبين زوجك. لا، ما هي إلا ساعة وسيحضر عليكم. لا، لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله. حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل. وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا، ولنصبرن على ما آذيتمونا، وعلى الله فليتوكل المتوكلون. صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. Thank you.
الطعام يا سيد الشيخ. ليست بي حاجة إلى طعام. إنك لم تأكل طعامك من البارحة يا سيدي الشيخ. الحمد لله. تشرب يا سيدي الشيخ؟ نعم، أعطني شربة ماء. تفضل. الحمد لله رب العالمين. سيدي الإمام. نعم يا أخي، ماذا تريد أن تقول؟ لقد أسأت إليك إساءة بالغة عندما قمت بضربك بالسياط، وكاد قلبي يخلع كلما ضربتك ضربة، ولكني كنت مأمورا بذلك وليس لي حيلة. أنت في حل مني يا أخي، فليس هذا من عندك، ونسأل الله تعالى أن يجعل لنا من أمرنا مخرجا إن شاء الله. هل لك حاجة أقضيها لك يا سيدي؟ أعطني قدحا من الماء لأتوضأ، فقد حان موعد الصلاة. سمعا وطاعة يا سيدي الشيخ. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. تفضل يا سيدي. بسم الله الرحمن الرحيم. مولاي الوالي. ماذا يا رجل؟ بالباب ثلاثة رجال من تلاميذ الإمام مالك يريدون المقابلة. أدخلهم لنرى ماذا يريدون. أمر مولاي. ماذا يريد مني تلاميذ مالك؟ وهل هذا من أمري حتى يشفع له عندي؟ هيا. السلام عليكم أيها الوالي ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. ما حاجتكم يا قوم؟ جئنا إليك نخاطبك بلسان أهل مدينة رسول الله أيها الوالي، ونطالبك بالعفو عن إمامنا مالك وإطلاق سراحه في الحال. ومن فوضكم على أهل المدينة؟ قد حجزناهم عنك أيها الوالي، فهم ثائرون عليكم خاصة وعلى بني العباس عامة، ولن تهدأ ثورتهم حتى تعفو عن الإمام في التو واللحظة. وإلا ما أفعل يا قوم؟ فماذا أنتم فاعلون؟ نخبر الناس بأنك تصر على سجن الإمام وتعذيبه نكاية في العلماء ورجال الدين، ونتركهم يصنعون بك ما يشاءون. فليعلم القوم أن الخليفة المنصور ما ولاني عليكم إلا لعلمه بقوتي وقسوتي وبطش الشديد. فلو شئت الآن أن أحصد رؤوسكم ورؤوس أهل المدينة لفعلت. الله أشد منك قوة وبطشا يا جعفر، فلو أراد الله أن يهلكك ومن معك لأهلككم في الحال. أيها الجنود، أمر مولاي، اقبضوا عليهم واذهبوا بهم إلى السجن. فليدخلوا مع إمامهم مالك. حسبنا الله ونعم الوكيل. هيا. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. مولاي يا أمير المؤمنين، بالباب رسول من المدينة يريد مقابلة مولاي في التو واللحظة. فليدخل. فليدخل رسول المدينة.
السلام عليك يا أمير المؤمنين. وعليك السلام، ما وراك؟ الثورة العارمة يا مولاي. الثورة؟ ثورة من؟ ثورة أهل مدينة رسول الله ضد بني العباس. ولما؟ لقد أمر جعفر بن سليمان والي المدينة بضرب إمامنا وشيخنا وفقيهنا الإمام مالك، فضرب بالسياط ومدت يداه حتى خلعتا من كتفه، وألقي به في السجن تنكيلا به وامتهانا للعلم وإرهابا للعلماء والفقهاء. لا شك أنه قال حديث ثابت بن الأحنف، ليس على مستكره انطلاق. إذن يا مولاي كنت تعلم ذلك؟ علمت به من غيرك، ثم ماذا؟ وهل رضيت عنه؟ لا والله ما رضيت ولا علمت بما وقع له. حدثني عن هذه الثورة العارمة التي اندلعت في المدينة ضد بني العباس. إن المسلمين في المدينة عندما رأوا إمامهم وفقيههم يضرب ويهان هكذا أمام سمعهم وبصرهم لم يسكتوا على ذلك، وأعلنوا خلع البيعة من أعناقهم لبني العباس. لا حول ولا قوة إلا بالله. إلي بالدوات والقرطاس. اكتب. من أمير المؤمنين أبي جعفر المنصور إلى جعفر بن سليمان والي المدينة، أما بعد، فعندما يصلك كتابي هذا قم بنفسك في الحال وأطلق سراح الإمام مالك ومن معه في السجن، وأحذرك من التأخير ولا تراجعني في هذا الأمر. أمير المؤمنين أبو جعفر المنصور، أريد أن تصل هذه الرسالة على الفور ولا تعد إلا بعد أن يتم إطلاق سراح الإمام مالك. هيا. أمر مولاي. طبيب المدينة بالخارج يا مولاي. طبيب المدينة؟ أنا لست مريضا. على كل أدخل. أمر مولاي. فليدخل الطبيب. السلام والرحمة على مولاي الوالي وعلى طبيب المدينة. السلام. جئت إليك في أمر عاجل، أرجو من مولاي الوالي الإذن لي بزيارة الإمام مالك في سجنه. وهل أخبرك أحد أنه مريض وينتظر زيارتك له؟ أنا طبيب المدينة، بل طبيبه المعالج، ولا بد من الاطمئنان عليه حتى تطمئن نفسي، ولا أشك أن مولاي الوالي يمانع في ذلك. لك ما تريد يا حارس. أمر مولاي. خذ الطبيب إلى السجن لزيارة الإمام مالك. أمر مولاي. شكرا لمولاي الوالي، السلام عليكم ورحمة الله. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. ربنا ولك الحمد. الله أكبر. 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 السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. استغفر الله العظيم.
اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك يا رب العالمين. استغفر الله العظيم. اللهم ارد السلام. يا شيخنا الجليل، رأيتك وأنت تصلي لا تضع يدك على صدرك، فلماذا ترسلها إلى جنبك؟ لا أستطيع يا أخي، لا أقدر على رفع يدي إلى صدري، فقد خلعت من الضرب والتعذيب، ولا حول ولا قوة إلا بالله. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل. لقد أرسل الناس كتابا إلى أمير المؤمنين، ولا بد أن أمير المؤمنين يقف إزاء هذا الموقف وإزاء هذه المحنة، فإنها ليست محنة شخص واحد، ولكنها محنة الدين كله. يقول الله سبحانه وتعالى: والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. وقد يذنب العبد ذنبا فيعاقبه الله عليه، وقد أكون أذنبت ذنبا فعاقبني الله عليه بهذه العقوبة. وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. ماذا تقول؟ ولماذا لم تداوي وأنت طبيبه المعالج؟ لقد قمت له بعمل لازم يا مولاي، شفاه الله. لقد خلعت ذراعه من كتفه من كثرة دربه بالسياط. انصرف الآن وقم بعلاجه جيدا، وأخبرني بخبر مرضه أولا بأول. سمعا وطاعة يا مولاي. ماذا أفعل لو علم الخليفة بما أصاب الإمام مالك؟ ماذا أفعل؟ مولاي الأمير، مولاي الأمير. ماذا بك يا رجل؟ تكلم، ماذا ترى؟ ابن الإمام مالك وزوجته بالباب يا مولاي. ليس هذا وقته، فليأتي ولده وزوجته في يوم آخر. قلت لهما ذلك فلم ينصرفا يا مولاي. اذهب وأدخلهما، ولا تدخل علينا أحدا بعدهما في هذا اليوم. سمعا وطاعة يا مولاي. ماذا يريد مني ولد مالك وزوجته؟ ماذا يريدان؟ لابد أنهما يطلبان مني العفو عنه، لكن لا، لن أعفو عنه أبدا. السلام على الأمير جعفر. وعليكم السلام. ماذا تريدان؟ تكلما، فليس لدي وقت أضيعه مع الناس. لماذا سجنت الشيخ أيها الأمير؟ من أجل ذلك جئت يا زوجة مالك. وهل ترى هناك أمرا أحق بالمجيء إليك فيه من هذا الأمر؟ وماذا تريدين مني أن أفعله؟ وليس هذا من أمري، بل هو من أمر أمير المؤمنين أيتها المرأة. لا، ليس هذا من أمر أمير المؤمنين، فأمير المؤمنين يعرف قدر العلماء وينزلهم منازلهم ويجري عليهم الرواتب حتى لا ينصرفوا عن العلم في طلب الرزق، وإنما هذا من أمرك أنت، فقد دسست الوشاة من بطانتك في حلقة الدرس ليتصيدوا خطأ من الإمام تأخذه به، وإن الإمام لم يخطئ بل تحدث بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس على مستكره طلاق، فأولته على هواك، ولا يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم. كفى كفى أيتها المرأة، اخرجي من هنا وإلا أخرجتك بالقوة. ألم يبلغك حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من وال يلي رعيته من المسلمين وهو غاش لهم إلا حرم الله عليه الجنة؟
قلت لك اخرجي من هنا. لن أخرج من هنا إلا ومعي زوجي الإمام مالك. مولاي الأمير، مولاي الأمير. ماذا يا رجل؟ رسالة عاجلة من أمير المؤمنين أبي جعفر المنصور. اقرأ علينا الرسالة. من أمير المؤمنين عبد الله أبي جعفر المنصور إلى والي المدينة جعفر بن سليمان، أما بعد فعندما يصلك كتابي هذا قم بنفسك في الحال وأطلق سراح الإمام مالك، وإياك أن تؤخره أو تعارضني فيه أو ترجع إلي في شيء، وأرسل إلينا مع حامله ما يفيد تنفيذ هذا الأمر. أمير المؤمنين أبو جعفر المنصور. أطلق سراح الإمام مالك وكل من معه في السجن. هيا أسرعوا. أمر مولاي الأمير. بشراك يا سيدي، بشراك. ماذا يا أخي؟ ما خبرك؟ فقد أمر الوالي بإطلاق سراحك وسراح من معك. هيا يا سيدي، هيا. وأنتم يا قوم، هيا اخرجوا من هذا المكان، فإن الوالي ينتظركم. ونحن أيضا. الحمد لله. تفضل يا سيدي، تفضل. الحمد لله رب العالمين. ولكن ما الذي حدث يا أخي حتى يطلق الوالي سراحنا بهذه السهولة؟ ليس هذا من عنده، إنها رسالة عاجلة من أمير المؤمنين. جزى الله أمير المؤمنين عنا خيرا. الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن، إن ربنا لغفور شكور. هون يتقي الله يجعل له مخرجا. لا حول ولا قوة إلا بالله. أجل، فقد جاء في الأثر لا حول ولا قوة إلا بالله دواء ل99 داء أيسرها الهم. عليكم أن تشكروا الله تعالى على نعمته وأن تستكثروا من الباقيات الصالحات. وما هي الباقيات الصالحات يا إمامنا الجليل؟ التسبيح والتهليل والتحميد والتكبير. ولا حول ولا قوة إلا بالله. لا حول ولا قوة إلا بالله. لا حول ولا قوة إلا بالله. أتشعر بألم يا أبي؟ كلما رفعت ذراعي إلى صدري أشعر بآلام شديدة. ستشفى بإذن الله. الحمد لله على كل حال. حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل. إلي بطبق آخر من الزيت يا فاطمة. حالا يا أمي. قومي أنت يا أختاه إلى زوجك. والله يا أخي أخاف أن أذهب إليه فيحزن لأني تركتك. قولي له أنني طلبت منك ذلك وأبلغيه السلام. سأذهب إن شاء الله. شفاك الله وعافاك يا أخي مالك. في رعاية الله يا عمتي. الزيت يا أمي. شفاك الله. الباب يا يحيى. قومي يا فاطمة. هيا نوفل وزميله بالباب يريدان السلام عليك يا أبي. دعهما يدخلا. تفضل تفضل. السلام على مولانا الإمام. السلام على مولانا الإمام. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لقد أرسلنا رسالة عاجلة إلى أبي جعفر المنصور وطلبناه بعزل الطاغية جعفر بن سليمان. نحمد الله الذي لا يحمد على مكروه سواه. أبي، الوالي جعفر بن سليمان جاء يعتذر عن فعلته.